القصة اخويا بديت نحكها بشوية بشوية، وفي الاخر هو يديها عليا، شريت الدواء والو ما دار ليا حتى حاجة. المهم الحمد لله شوية دابا خافو، قال لا طب لا والو، طب جادو يشوف لك الطن يقولك الله يعاون، صافي هادشي اللي كاين، الطبيب هو الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للحالة شي ما عندي لا كيفاش كتعيش؟ الحالة راه كتشوف، راه ما عنديش حتى درهم، كنتمنى من الله ومن المحسنين يوقفوا ليا مع هاد الوليدات، كاين شي باب سدوا ليا الله يجازيهم بخير، هادشي اللي كنطلب. كنت كنبيع ونشري في خضرة، وملي قسم ليا الله في هادشي ديال الكلاوي، دابا أنا مريح من 2014 وأنا مريح. هو راميد مزيان لك تي باغي دوز، هو شوية فيه العذاب وسير هكا دوز هكا، المهم كتقضي به باش ما عطا الله. أما المرض عندي أنا خطير شوية، كيبغي شوية تصريف، كيبغي اللي يعاونني، أنا محتاج ما عنديش. الاول السبب ديالي اخويا غير البرد، هادشي اللي كاين. اما المرض ماشي مشكل، المرض غيدوز باش ما عطا الله، المشكل هو الدراري ما عندهمش باش يقراو، كاري ب 90000 فرانك الحاله. لا اله الا الله، الله يدير شي تاوي الخير، الله يصوب لينا ويصوب المسلمين كافة اجمعين. انا المراه خدامه في الديور، مرة عندنا مرة أكثر، قول ما عندناش وصافي، راه الثلاجة راه خاوي، راه حتى حاجة ما كاين، ما عندنا باش نتغداو، وانتوما جيتوا على غفلة كاع. اللي كاين راه هو هذا، الله من غيرو الكذوب. وتقول عندي عائلة كبيرة، ولكن عائلة فيها المشاكل فيها بزاف، كاينش بحال المحسنين. أما العائلة أنا ما عنديش، والله كاين، الله يصوب. هاد الحبوب دابا خويا شهر وزيادة، لا انا المراه الدراري حتى هما كلهم مشينا للمولاي حسن دقونا البراوات، ساعه البراوات ما دارولنا حتى حاجه. جا واحد السيد هو اللي شري لنا الدواء، الله يجازيه بخير، الله يجعل مولانا يسهل عليه ويعطيه صحته. انا مشيت ووريته كل شيء، راه كاينه ديك الورقه، فين ديك الورقه ديال هاد الشيء؟ عطاها لي، عطاها ديك الورقه نجبد ذلك صافي. هات اخوة مشينا يريزقوا ها هو قال لولادي باش مشيت على الطبيبة ديال الجلد، ها الخرى تاهي كاينة تا حاجة، ها شافتني من تيساع عمرت ليا، قالت ليا سير الله يسهل، 40000 فرنك ديال الدواء، لا إله إلا الله. خلينا ما درنا، درنا المازو درنا ليسانس، ما خلينا ما درنا والو، هادي راه كثر من الكلاوي يا صاحبي. ترجيه النام هادي اللهم لك الحمد، درداتي كاملة حيد على الوجه اللي ما قامت ليها حتى شي. الله دابا مابقاش عندك باش كتصرا، انا عام مابقاتش اصاحبي، دابا راه اللي جا ضرني، ترى مخرجي ليا ابره ديال البرد باش تعاون ندقق في هذا البرد اللي جاي، حتى ما لقيتش باش نشرا. راه تسمع فيك راه كلشي كاين، اي حاجه طلبتي كاين. يا هاد الحبوب محني بزاف زعفني. لا قالت لها مشي لعندهم، قالت لك هادشي عادي، قالت لك كتلاح من الواحد لواحد، فاهم زين؟ ايوا هادشي اللي كاين. شنو تاكل؟ ما بقيت ما ناكل انا والو، نكذب عليك، كاع داكشي اللي قالوا لي ما تاكلش ما كاينش، لا التفاح لا داكشي كاع، كاع محيدوه انا كاع. شويه المرقه صافي، ولا خبز ناشف. وكنطلب من الله وشي محسن يشوف من حالي، الله يجازيه بخير، الله يخلصو ويسد عليا شي باب، هادشي اللي كنتمنى. باغي شي حاجه ليا، اشي بويه بيتسد عليا وصافي، على حساب هاد الوليدات الله يجعل البركة. المرا راه ما كتمشي من 6 د الصباح ما كتجي حتى ل 7 ديال العشيه، كاين دريبه خاطره تغيمشيو بلا غدا، الله القاسم. هو صابرين تي الحمد لله. دخول المدرسه شوفو تايا كنمشيو عند شي واحد اللي ما يرداش لنا في وجهنا، كيشري لنا كتابات، هادشي اللي كاين صافي. سمع شي حاجه اخرى من العائله ولا شي حاجه، ما كيجيوش عندي انا، ما كيجيوش، كيدقوش علي. 5 سنين دابا ما عمر شي خت ولا خو ما جا عندي، عندي 15 خو، ولكن كاين الله. كنوجه الله سبحانه وتعالى شي محسن يشوف من حالي ويشوف من حال هاد الوليدات، الله يجعل البركه اللي جات من عندهم، الله يجعل البركه. هادشي اللي كنتمنى، الله يجازيهم.